نناقش فيها. إعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا انتخابات الجاهزية الفنية لإجراء الانتخابات في ليبيا يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي ينبغي أن تختتم فيه لجنة 6+6 أعمالها نهاية الشهر الجاري. إعلان المفوضية يأتي كخطوة دافعة لإجراء الانتخابات في البلاد في الوقت الذي تبدو فيه الانتخابات بعيدة عن الزخم السياسي المطلوب لتتم نهاية العام. فهل يكون إعلان المفوضية عاملا من عوامل الضغط على الأطراف السياسية المعطلة لإجراء الانتخابات والاتفاق على القوانين الانتخابية والإطار الدستوري والقانوني؟ نناقش هذا الموضوع في حوارية الليل عقب ساعة إخبارية مفصلة تتابعون عناوينها مع علي نشوى. شكرا آزم. إذن مشاهدينا في عناوين هذه الليلة، باتيلي يقول إنه اتفق مع عقيلة على ضرورة تسريع عمل لجنة 6+6 في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات. في ظل تنامي المخاوف من تداعيات حرب السودان، الدبيبة يؤكد دعم مفاوضات جدة وفريق طوارئ بالكفرة لمواجهة أي نزوح. بعد حالة طوارئ جراء السيول بالجبل الغربي، الحكم المحلي والبلديات يفيدون بالسيطرة على الوضع وحل المختناقات. تشاركني في تقديم هذه الليلة الزميلة خديجة بن رحمة. شكرا علي. إذا تتابعون معنا في نقطة نقاش لهذه الليلة. تمهيدا لإتمام إجراءات موسم الحج لعام 1444 هجري، أجريت في عدد من المناطق قرعة الحج ممن تم اختيارهم في قرعة الحج للأعوام السابقة ولم يتمكنوا من الحج جراء الشروط المفروضة بسبب وباء كورونا وتبعاته حينها. كل ذلك فتح باب التساؤلات عن الإجراءات المقبلة لحجاج هذا العام وما مصير الراغبين في أداء هذه الفريضة هذا العام وأيضا في الأعوام المقبلة وكيف ستتم الإجراءات السنوات القادمة. وفي ليلتنا مشاهدينا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، تعرف عليها مع محمد وبدر. شكرا لكما. في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن فك الرهن المفروض على الأصول الليبية بجمهورية إفريقيا الوسطى. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، بعد قراره السابق بالسماح للجماهير بالحضور، اتحاد كرة القدم يقرر استكمال دوري الدرجة الأولى بدون حضور الجمهور. هذه كانت عناوين الليلة، معنا فالقاكم بعد ساعة من الآن، فابقوا معنا. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة تسريع وتيرة عمل لجنة 6+6 في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة. وجاءت تصريحات باتيلي عقب مكالمة هاتفية أجرها مع عقيلة صالح لاستعراض التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا وفق ما نشرته البعثة الأممية على صفحتها بفيسبوك. هذا وبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أبرز الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري. ووفقا للمكتب الإعلامي للرئاسي، فإن المنفي شدد خلال بحثه ما سبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مهامها، وشدد على ضرورة الملكية الوطنية للعملية السياسية ومرتكزاتها ومساراتها. هذا وناقشت خلال هذا الاجتماع سبل تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية، كما ناقشت الآلية الوطنية لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق. إلى ذلك أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح جاهزية المفوضية الفنية لإجراء الانتخابات هذا العام. بدوره بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عضو المجلس ورئيس اللجنة المشتركة 6+6 جلال الشويهدي بحث آخر مستجدات عمل اللجنة وما توصلت إليه من تفاهمات. في ظل المشهد الضبابي الذي يخيم على العملية الانتخابية والسجال المستمر بين الساسة الليبيين حول القوانين الانتخابية، خرج رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح
مؤكدا جاهزيتهم لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري. السائح وفي تصريحات للأحرار أشار إلى أن المفوضية قدمت كل المقترحات الفنية التي يجب تضمينها في القوانين الانتخابية قائلا إن اللجنة المشتركة مقتنعة قناعة كاملة بما اقترحته المفوضية من آراء بما لا يقع معه تكرار الأخطاء التي وقعت خلال التجهيز للانتخابات الماضية. تنفيذ العملية الانتخابية يبدأ وفق ما أدلى به السائح بإصدار البطاقات وتسجيل الناخبين، وأن قضية الناخبين الذين سجلوا في 24 من ديسمبر متروكة للسلطة التشريعية. وفي إطار لقاءات اللجنة بحث رئيس مجلس النواب عقيل صالح مع عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة 6+6 جلال الشويهدي الثلاثاء، بحث آخر مستجدات عمل اللجنة وما توصلت إليه من تفاهمات. وفي الأثناء قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري إن لجنة 6+6 تسعى لصياغة قوانين توافقية قابلة للتطبيق نظرا لدورها وضرورتها لدعم الاستقرار في البلاد، مضيفا للأحرار أن هناك مسائل فنية تحتاج للترتيب والنقاش خاصة مع من ينفذ القوانين الانتخابية. إذن إعلان المفوضية لجاهزيتهم فنيا للانتخابات هذا العام وإصرار دولي على إجرائها وسط استمرار النقاشات وعدم حسم الخلافات بين المجلسين حول القوانين المنظمة للانتخابات منذ فترة طويلة، الأمر الذي يجعل من الاستحقاق الانتخابي هذا العام يكتنفه الغموض. ولتعليق انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي حازم الرئيس. سيد الرئيس أهلا وسهلا بك معنا. في وقت لم يتبقى الكثير تقريبا من الأيام لتنجز لجنة 6+6 النقاط الخلافية في الوقت المحدد مسبقا، الملاحظ أنها ما زالت تراوح مكانها رغم أنها عقدت اجتماعين رسميين في موضوعات تعتبر بعيدة إلى حد ما عن الخلافات الرسمية. في تقديرك كيف تنظر إلى وتيرة عمل هذه اللجنة؟ نعم، يعني بداية مساء الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. من الواضح يعني لدى الجميع بأن هذه اللجنة، لجنة 6+6 المنبثقة على التعديل الدستوري 13، هذه اللجنة تتحرك ببطء واضح لدى الجميع، وأن هذه اللقاءات التي تجريها هذه اللجنة هي لقاءات في البداية كانت تمهيدية لوضع آلية معينة لعمل هذه اللجنة، ولكن حتى اللقاءات الرسمية التي عقدت مؤخرا هي تتحدث عن فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، وتستبعد يعني الملفات الذي يعني يفترض أن يتم التركيز عليها وتسليط الضوء على حلحلتها. يعني أن مسألة الانتخابات البرلمانية هي مسألة توافقية، يعني منذ اللقاءات التي جريت في القاهرة 3 جولات بين اللجنتين النواب والأعلى الدولة في العام المنصرم، وبالتالي يعني المسائل الخلافية هي في مسألة الانتخابات الرئاسية ومسألتي مزدوجي الجنسية والعسكريين، وأن هذه اللجنة تحاول أن تخلق يعني حالة من الإيجابية وإظهار صورة بأنها تعمل على يعني تعمل وتأتي بنتائج إيجابية عندما يتحدث عن الانتخابات البرلمانية ويخلق توافقاته أساسا متفق عليها منذ البداية. المسألة المعقدة هي الانتخابات الرئاسية، تأجيل هذه النقطة الخلافية وهذه النقاط الخلافية والحديث عنها مستقبلا هو خطأ يعني في عمل البعض في عمل اللجنة. يفترض كان التركيز على حلحلة هذه المشاكل، لأن يعني عندما يتحدث دائما عن أن 2% من الإطار الدستوري لم يتم حلحلته فقط، هو 2% هذه مسألتي الجنسية والعسكريين هي محل الخلاف، وبالتالي يجب حلحلتها في البداية قبل الذهاب إلى أي. طيب هل من تفسير يعني مسائل أخرى لمسألة يعني الحياد أو عدم على الأقل الحديث إعلاميا والإعلان عن أي يعني مفاوضات على الأقل في النقاط الخلافية؟ نعم، يعني هذا الخلاف قائما، يعني مجلس النواب متمثلا في لجنته يعني ورئاسته عقيل صالح. لا أقصد أن يعني اللجنة لم مسألة أقصد أن اللجنة لم تتحدث فيما بينها عن هذه النقاط الخلافية أو لم تعلن ذلك، هل من تفسير لهذا الأمر؟
نعم يعني هذا ما كنت سأتحدث يعني عنه يعني مسألة عدم يعني تناول هذه النقاط الخلافية في عام اللجنة 6+6 لأن كلا اللجنتين يدركان تماما بأن هذه النقاط هي نقاط جدلية وكلا المجلسين متناقضين يعني لجنتهما في هذه المسألة. مجلس النواب يحاول بكل ما لديه أن يمرر العسكريين ومزدوجي الجنسية ويعطي بعض الضمانات كمسألة يعني أن يتنازل يعني مزدوج الجنسية على جنسيته حال فاز بالانتخابات وهذا ما يرفضه الأعلى للدولة شكلا ومضمونا ويرفض حتى ترشحه. وأيضا مسألة العسكريين مجلس النواب يسعى إلى أن يعني يدعو إلى أن يستقي أو يأخذ إجازة قبل 3 أشهر من الانتخابات ويحق له الترشح ومجلس الدولة يرفض هذه المسألة بدوره ويقول بأن العسكريين لا يجب أن يمارسوا العمل السياسي في القوانين الليبية وبالتالي يبقى هذا الخلاف قائم ويبقى كلا المجلسين يعني مجلس النواب متصلبا في رأيه ومجلس الدولة لجنته لديها خطوط عريضة وثوابت كما تتحدث دائما وبالتالي لا تريد الخروج عن إطارها. طيب على ذكر نقطة مهمة أشرت إليها بأن هذه اللجنة خاضت في أمور إما جرى الاتفاق عليها مسبقا بين المجلسين أو هي سهلة الاتفاق لا مشكلة فيها. عندما ذهبت هذه اللجنة إلى عماد السايح أكد لهم بأن المفوضية جاهزة من ناحية الفنية لإجراء الانتخابات. ما أهمية هذا التأكيد في تسريع عمل هذه اللجنة؟ نعم يعني المفوضية العليا للانتخابات هي جاهزة منذ يعني العام الماضي وحتى قبل العام الماضي يعني عندما كان يتم التجهيز للانتخابات السابقة الذي فشلت في 24 ديسمبر 2022. إن مسألة القوة القاهرة هي لا تتمركز في أو لا تتمثل في مسألة المشاكل الفنية يعني المفوضية العليا للانتخابات جاهزة فنيا على أكمل وجه لإجراء أي انتخابات وهذا ذكره وأكده عماد السايح رئيس المفوضية في أكثر من مناسبة محلية ودولية وبالتالي هناك مشاكل هي تتعلق بالقوانين الانتخابية هي التي سببت في يعني نصف العملية الانتخابية الماضية وبالتالي يجب توفير إطار دستوري متين يمكن من خلاله أن تستند عليه العملية السياسية بشكل سليم. المفوضية العليا للانتخابات دورها المنوط بها هو يعني الترتيبات الفنية وهذا موجود يعني لدى المفوضية أكثر من مرة يعني قامت بمحاكاة للعملية الانتخابية وشكل تنفيذها فقط تنتظر الإطار الدستوري من المجلسين. هناك ضغوطات دولية وضغوطات محلية من المفوضية وغيرها ووضع اللجنتين في موقف محرج وهو أنهم عليهم أن ينجزوا هذا الإطار لأن كل العملية الانتخابية تتوقف على مسألة إنجازهما قبل منتصف يونيو القادم لأن المفوضية العليا للانتخابات قالت وأكدت هذا حتى للبعثة الأممية بأنها إن كان هناك انتخابات ستقوم خلال 2023 أو ستجرى خلال 2023 يجب أن تكون القوانين الانتخابية جاهزة في منتصف يونيو حتى يتسنى للمفوضية العليا للانتخابات شكرا لك. الأمور الفنية وتجهيز الانتخابات. المحلل السياسي حازم الرئيس كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس شكرا جزيلا. ألغى مجلس النواب قراره السابق بتشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف الفاعلة الداخلية والخارجية بغية الوصول إلى أرضية مشتركة لحل الأزمة الليبية. وطلب المجلس في بيان له اللجنة المشكلة من فتح الله الصعيطي وأسامة الشعافي وابتسام رباعي بتقديم تقرير تفصيلي عن نتائج أعمال اللجنة واجتماعاتها خلال الفترة الماضية وذلك تمهيدا لعرضه على هيئة الرئاسة. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعم طرابلس للمفاوضات الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة برعاية سعودية وأمريكية. وتعهد الدبيبة خلال استقباله السفير السوداني في ليبيا محمد إبراهيم محمد بتقديم الدعم اللازم من الغذاء والدواء للشعب السوداني الشقيق. من جانبه قدم السفير السوداني موقفا حول الأوضاع في السودان وتنسيق الجهود بين البلدين ودور حكومة الوحدة الوطنية في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني في كافة المجالات بحسب ما نشره الحساب الرسمي لحكومة الوحدة على فيسبوك. في سياق ذي صلة وصل فريق مركز طب الطوارئ والدعم إلى مدينة الكفرة استجابة للنداء الذي أطلقته غرفة طوارئ الكفرة عقب تشكيله من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وأوضحت منصة حكومتنا أن وصول الفريق جاء
بناء على تعليمات صادرة عن الدبيبة لمواجهة أي طارئ قد يحدث نتيجة توافد النازحين على المدينة قادمين من السودان. نبقى مع تداعيات الأوضاع في السودان، حيث قال موقع The Economist Intelligence إن الصراع هناك يؤثر سلبا على الوضع في ليبيا ويهدد بعرقلة خطط إعادة المرتزقة السودانيين إلى بلادهم، والمقدر عددهم بنحو 11,000 مواطن سوداني. وأضاف الموقع في تقرير له أن استمرار الاضطرابات وتصاعد العنف في السودان سيؤدي إلى إضعاف الآفاق السياسية والاقتصادية لليبيا وزيادة مخاوف المستثمرين بشأن الأمن والإدارة السياسية والاقتصادية في البلاد. وتوقع موقع The Economist Intelligence أن يؤدي الصراع في السودان إلى زيادة انعدام الأمن على الحدود الجنوبية في ليبيا، خصوصا مع تحركات المقاتلين والمدنيين النازحين بالقرب من الحدود، إلى جانب التأثير على تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا. شاركت حكومة الوحدة الوطنية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطلاق برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب. هذا وقالت حكومة الوحدة إن برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب يهدف إلى تحقيق استفادة وتحسين للخدمات ل 400,000 مواطن عبر تنفيذ 100 مشروع تنموي وتوفير 5,000 وظيفة، بالإضافة إلى إشراك 70 شركة من القطاع الخاص في شراكات جديدة والعمل على 25 مشروعا تهدف لعودة النازحين. هذا وأشاد المبعوث الخاص للسفير نورلاند والقائم بالأعمال للسفارة الأمريكية ليزلي أوردمان بتركيز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعزز على الجنوب وبدوره القيادي في حشد الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الاستقرار من خلال استراتيجيته لبناء السلام والصمود في جنوب ليبيا. وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الكاتب والصحفي والباحث في الشؤون الأفريقية موسى تيهوساي. أهلا وسهلا بك سيد موسى. أولا، ما واقعية دعم دبيبة لمفاوضات جدة والولايات المتحدة التي ستجمع من المفترض أطراف الصراع في السودان حسب تقديرك؟ نعم، تحية طيبة عليك ولسارة المشاهدين. في الواقع هذه خطوة مهمة جدا، لكن تحتاج إلى ترجمتها بشكل حقيقي على الأرض. المنطقة الجنوبية الكثير من التحديات التي الآن ستتفاقم بفعل عوامل الأزمة السودانية هي تحتاج إلى وجود سلطة مركزية بشكل فعلي على الأرض على كل المستويات التنموية وكذلك الأمنية. لعل الجانب الأمني مهم للغاية، وهو ما دعا الولايات المتحدة للتركيز على ملف المنطقة الجنوبية بشكل عام بشكل خاص. فأتوقع أن هذا ما أعلن عنه من مشاريع من استراتيجية تحتاج فقط إلى التنفيذ على الأرض، وهو المعيار. إذا ما قارناها بالكثير من ما أعلن للمنطقة الجنوبية سواء كانت تعلق بالجانب التنموي تعلق بالجانب الخدمي، إذا ما قارناها بالماضي مع الأسف الشديد فستكون النتائج صفر، ولن يكون هناك أي تغيير على مستوى المنطقة الوضع في المنطقة الجنوبية. هذه المنطقة تحتاج إلى متابعة عن قرب وتحتاج إلى ترجمة كل هذه المشاريع بشكل حقيقي على أرض الواقع، وإلا يعني تدفع الدولة ثمنا باهظا لتركها هذه المنطقة جانبا وعدم الاهتمام بها باعتبارها يعني جزء أساسي من الأمن القومي لليبيا، وخصوصا بعد الأحداث التي الآن نشاهدها في السودان. هذه الأحداث ستؤثر بها المنطقة الجنوبية بشكل كبير جدا، خصوصا إذا ما طال أمد الصراع في السودان، وإذا ما أيضا المنطقة هي توجد فيها مجموعات مسلحة مرتبطة بالسودان ومرتبطة كذلك بحركة تجارة الأسلحة والمخدرات وعوامل عديدة جميعها تؤدي ويعني تشكل مجموعة من التحديات على مستوى الأمن للدولة وعلى مستوى
الاقتصادي. هذه المنطقة يوجد بها أكثر من أو ما يقارب 60% من إنتاج النفط في ليبيا، وبالتالي الكثير من التحديات الآن تمثلها المنطقة الجنوبية إذا ما كانت هناك، إذا لم تكن هناك متابعة أمنية ومتابعة تنموية ومتابعة حقيقية. وبالتالي الحضور في السودان من باب حتى دعم المفاوضات يجب الوصول إلى الجنوب أولا لتفادي أي انتقال سلبي للحرب السودانية. في تقديرك ما المختلف الذي يجب تقديمه عن السابق في هذه المرحلة الحساسة، لسيما أن دبيبة ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها دعمه للبلديات في الجنوب من ناحية أمنية وعلى المستوى الخدمات، الحكومات المتعاقبة كلها تقريبا قدمت شعارات وحتى ميزانيات لكنها على الأرض الواقع لم تقدم أي شيء. نعم بالضبط. مع الأسف الشديد حالة التناسي الحكومي التي عانت منها المنطقة الجنوبية على امتداد السنوات الماضية لابد أن تنتهي في هذا الظرف الحالي، لأن الضرورة تقتضي ذلك. الوضع في السودان ستكون له نتائج كارثية إذا ما طال الأمد الصراع. الآن مسألة النازحين هي مسألة على الأقل إلى حد الآن، الحد المتوسط الممتد إلى شهرين يعني إلى 3 أشهر، هذا المستوى من الزمن قد لا تشهد فيه ليبيا، يعني مستوى يمكن تدارك الوضع في المنطقة الجنوبية إذا ما تحركت الحكومة. لكن بعد هذه إذا استمر الحرب إلى أكثر من 3 أشهر في السودان فستصل موجات النزوح من السودان، لأن حتى بعد المسافة ليس لن يكون عائقا أمام هذه موجات النزوح، لأن تضاريس يعني الحرب في السودان نتائجها كارثية جدا على مستوى السودانيين في الوسط. الدولة تعاني من هشاشة اقتصادية وأمنية والكثير من المعاناة، فبالتالي ليبيا مهما تكون تعيش وتمر بواقع ووضع أمني واقتصادي هش تمثل فرصة حقيقية للنزوح لمن لا يجد أي شيء في المنطقة الجنوبية. هناك العديد من الروابط حتى الاجتماعية بين المنطقة الجنوبية ودول المجاورة، دعني من النازحين ودعني من التداعيات السلبية لدعم بعض الأطراف الصراع في السودان. يعني الآن ستصبح المنطقة الجنوبية هي منطقة يعني تشكل فرصة لكل الجماعات، سواء كانت متسلحة سواء كانت هجرة شرعية تريد الاستيطان وتقول بأنها نازحين من السودان، سواء كانت النشاط لتنظيمات متطرفة، كل الأطراف السياسية في ليبيا لتفادي حدوث هذا الأمر وتوسع رقعة الشبكات. ما نحتاجه الآن باختصار شديد نحتاج إلى أن تستبعد الصراعات السياسية لتدارك الوضع الخطير في المنطقة الجنوبية. المنطقة الجنوبية والوسطى من البداية الآن مقدمة أو على وقع أن يحصل فيها يعني خطر كبير جدا. يجب أن يتعامل حفتر، أن يتعاون دبيبة مع حفتر في الحفاظ على أمن المنطقة، وكذلك إبعاد سيطرة الروس على هذه المنطقة، لأن الروس الآن بدأوا يستخدموا هذه المنطقة كقاعدة لدعم السودان ودعم أحد الأطراف في السودان. فبالتالي يجب لابد من تدارك الأمر، لابد من استعانة بالأطراف الخارجية والداخلية التي الممكن الاستعانة بها لتدارك الوضع في المنطقة الجنوبية. شكرا لك موسى تيهوساي الكاتب والصحفي في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك. قال عميد بلدية الأصابع عماد المكتوف إن الأوضاع الآن في البلدية عقب السيول التي شهدتها مستقرة وتمت السيطرة عليها، مؤكدا الاستجابة الفورية لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية. هذا وأضاف المكتوف في مداخلة مع الأحرار أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية شكلت لجنة أزمة لمتابعة الآثار التي تسببت فيها السيول في الأصابع وباقي مناطق الجبل الأخرى، منوها بأن أغلب الخسائر الأصابع طالت مربي المواشي والدواجن، مؤكدا أن مساهمة البلدية المجاورة ساهمت بشكل كبير في دعم إمكانيات المدينة الطارئة في مواجهة آثار السيول بحسب وصف المكتوف. من جهته قال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي إن بلدية الأصابع تعد أكثر البلديات تضررا في جبل نفوسة. وأكد تومي في تصريحات للأحرار تمكنهم من حل المختنقات في مختلف بلديات الجبل ومنها الأصابعة
عبر توفير الجرافات لفتح المسارات وفتح الطرقات والسيطرة على المياه التي دخلت المساكن. هذا وكان وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي قد أعلن تشكيل لجنة للطوارئ بجبل نفوسة للعمل على إصلاح الأضرار العاجلة التي قد تشكل خطرا على المواطنين بعد السيول الأخيرة التي شهدتها المنطقة. هذا وقد أكد عميد بلدية ككلة محمود الفقيري الأحرار تسجيل أضرار مادية بسبب الفيضانات في المنازل والمزارع ونفوق عدد كبير من الأغنام. التاريخ 9 مايو 2023، والمكان جبل نفوسة. أمطار غزيرة سجلتها المنطقة وصلت في بعض المحلات إلى أكثر من 90 مليمترا، مما فرض حالة طوارئ بسبب الفيضانات وجريان الأودية. ونظرا للتحديات التي تواجه جبل نفوسة نتيجة هطول الغيث النافع، شكلت وزارة الحكم المحلي لجنة طوارئ لإصلاح الأضرار التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستجابة الفعالة للأزمة. وفي تصريحات للأحرار أكد عميد بلدية ككلة محمود الفقيه تسجيل أضرار مادية بسبب الفيضانات في المنازل والمزارع ونفوق عدد كبير من الأغنام، مشيرا إلى أن المياه جرفت مئات خلايا النحل التي يحتفظ بها مربوها في المنطقة. ومع تقطع السبل بالبعض ومحاصرة مياه الأمطار لبعض المحلات، قال الفقيه إنهم شكلوا لجنة لمتابعة هذه الأضرار، خاصة أن أغلب المباني في البلدية متهالكة بسبب الحرب، وأكد نقل حوالي 20 عائلة إلى أماكن أخرى خوفا على حياتهم. ولفهم ما حدث في جبل نفوسة، أوضح مدير مكتب الأعلام بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محي الدين علي أن منخفضا صحراويا تحرك من الصحراء الكبرى من جنوب الجزائر قبل يوم باتجاه ليبيا، حيث تكثفت السحب وهطلت الأمطار بغزارة. هذا المنخفض حسب مدير مكتب الأعلام بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أثر بشكل كبير على شرق طرابلس ومناطق جبل نفوسة، وأعرب عن استيائه من عدم تقيد البعض بتحذيرات المرصد التي نشرها على مدى يومين متتاليين. ونظرا لانحسار حدة المنخفض الجوي، أكد محي الدين علي في تصريحاته للأحرار عودة الاستقرار تدريجيا إلى مدن الجبل، وتوقع أن يصل منخفض آخر إلى البلاد يوم الجمعة أو السبت، وسيكون مصحوبا برياح قوية مثيرة للأتربة. ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس المتحدث باسم وزارة الموارد المائية مبروك عبد الله لمبيك. سيد مبروك، في البداية كيف تتابعون أنتم في وزارة الموارد المائية ما يحدث من سيول وأيضا ما خلفته من خسائر؟ سيدتي الكريمة، تحية ليك وتحية لمتتبعي قناة إبرة الأحرار، والشكر موصول لها على تتبعها للشأن الخدمي بشكل دائم. طبعا بخصوص هطول الغيث النافع على مناطق الجبل الغربي طيلة 3 أيام وحدوث بعض الأضرار المادية، طبعا لازم تعرفوا أن وزارة الموارد المائية ستبعها بشكل مباشر واحد قطاعاتها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، التي أنشأت بدورها غرفة طوارئ رئيسية بمنطقة الجبل الغربي، ويتابعها بشكل مباشر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ووكيل وزارة الموارد المائية، وبالتنسيق مع جميع المراكز والمكاتب الخدمية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الموارد المائية بمناطق الجبل. طبعا سجلت في غرفة البلاغات الرئيسية ما يتجاوز 200 بلاغ وضرب، وكانوا الجنود المجهولين اللي هم العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي قد أبدوا عملهم بشكل متواصل طيلة 24 ساعة بدون كلل وبدون توقف لتقديم كافة الخدمات وحل جميع المختنقات والأضرار التي تعتبر. طبعا أغلب الأضرار هي أضرار مادية، أضرار في المواشي، والحمد لله عدد موجود أضرار داخل
البشرية. طبعا وكما تعلمين أن مناطق الضفة الغربي تفتقر إلى البنية التحتية. نعم، هذه نقطة مهمة، موضوع البنية التحتية. هناك من يتساءل اليوم سيد مبروك، من يتحمل مسؤولية ما حدث؟ من يتحمل مسؤولية هذه الخسائر؟ هل هي شركة المياه والصرف الصحي؟ هل هي أمطار غير منتظرة بكميات كبيرة؟ أم من يتحمل هذه المسؤولية؟ طبعا أختي الكريمة، طبعا المعلومة المغلوطة للمواطن العادي هي المواطن كوزارة موارد مائية وبمتابعة مباشرة من السيد وكيل وزارة الموارد المائية لرئيس مجلس إدارة شركة عامة للمياه اللي هي أحد قطاعات الوزارة. الشركة العامة للمياه والصرف الصحي هي مشغل الشبكة وليس منشأ لها. طبعا الشبكة البنية التحتية هي قطاع الإسكان والمرافق أو زيادة مشروعات المرافق، تنشأ مشاريع بنية تحتية يتولى تشغيلها من قبل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. طبعا الشركة بدورها حتى خارج المخططات بدأت تشتغل هو شأن خدمي بحت لخدمة المواطن. نحن نشكرهم جميع العاملين. الصورة أكبر دليل قدامك، والشهادة عمداء البلديات حتى هم واضحة وجليلة. مناطق الجبل الغربي أغلبها مناطق جبلية تفتقر للبنية التحتية اللي هي من وظيفة الدولة إنشاء البنية التحتية وتسليمها للشركة العامة للمياه والصرف الصحي لتشغيلها وخيانتها. إذن المشكلة في البنية التحتية وليس في عمليات الصيانة الدورية لهذه المنظومة. أختي الكريمة، الجبل الغربي يفتقر إلى البنية التحتية. مناطق جبلية أغلب مناطقها تفتقر إلى مقومات البنية التحتية، كلها مناطق جبلية وديان، أبسط سيول وأبسط تغلق الطرق، تضطر الكتلة الطينية والكتلان الرملية تعزل بعض المناطق، تسبب في تجرف الأشجار، جرف جميع السيول، تشرب كل شيء. والبناء العشوائي طبعا. نعم. العشوائي في وادي فيه. هذا طبعا الشركة العامة للمياه وظيفتها حل مختلف، معالجة، توفير المياه، تشغيل المحطات لو وجدت. أغلب مناطق الجبل الغربي تفتقر إلى محطات الصرف، كلها وديان طبيعية، كلها سهول. نعم، في سياق حديثك سيد مبروك عن موضوع حل المختنقات، تم الحديث عن تشكيل لجنة أزمة لمتابعة الآثار التي تسببت فيها السيول. ما الذي يمكن أن تقدمه هكذا لجنة؟ طبعا بالتنسيب والتوافق بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الموارد المائية هي معالجة هذه المختنقات، تسليك، تمهيد الطريق، معالجة حالة الكتبان الطينية، معالجة صيانة الطرق، أي حاجة تحل المشكلة للمواطن إنك تشتغل بشكل طارئ. غرفة الشركة العامة للمياه تشتغل 24 ساعة بدون كلل، ومواطنيها أو موظفيها مستعدين وبشكل. نعم، لكن طبعا يعني نحن نتحدث طبعا عن حلول مؤقتة. شكرا. هذه حلول المختنقات. المختنقات هي معالجة مؤقتة لمشاكل متفاقمه، تجيك بشكل غير متوقع. نعم، شكرا لك. وصلت الفكره. شكرا لك المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه سيد مبروك عبد الله، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. ونبقى مشاهدينا مع أخبار الطقس، حيث شهدت مدينة بنغازي اليوم الأربعاء عاصفة ترابية متسببة بشبه انعدام للرؤية في شوارعها. We'll be right back.
الناطق باسم هيئة الحج والعمرة عبد الله العقيلي إن من تم اختيارهم خلال القرعة الأخيرة يمثلون نصف عدد الحجاج، فيما يمثل النصف الآخر الحجاج المختارين خلال قرعة موسم 2020-2021 والذين أجلت زيارتهم للأراضي المقدسة بسبب انتشار فيروس كورونا آنذاك. وأضاف العقيلي أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن تمويل الحج، وأنهم سيعلنون للحجاج عن تكلفة الحج للشخص الواحد فور إعلان الحكومة الرسمي بشأن ذلك، معلنا في الوقت ذاته عن الخطوات اللاحقة التي يتوجب على الحجاج فعلها خلال هذه الفترة. نتابع. رسميا تم الانتهاء من إجراء قرعة الحج للموسم الحالي، وحجاج ليبيا في انتظار استكمال إجراءاتهم. هذا ما أكدته هيئة الحج والعمرة عبر المتحدث باسمها عبد الله العقيلي الذي سرد للأحرار ما الذي يتوجب على الحجاج فعله من اليوم وحتى سفرهم نحو الأراضي المقدسة. بحسب العقيلي فإنه يتوجب على الحجاج الفائزين بالقرعة التوجه كل إلى تنسيقيته وكل حسب منطقته وأحضار الصور الشخصية والرقم الوطني والوضع العائلي والكشف الطبي الخاص بالحج قبل أن يقوم كل منهم بتعبئة نموذج في مكاتب الهيئة وفروعها في المدن والمناطق. بعد ذلك تقوم الهيئة بتجهيز ملفات الحجاج وأرسالها للجانب السعودي بهدف إصدار التأشيرات الخاصة بالحجاج، حيث من المتوقع أن تنجز السلطات السعودية ذلك مع نهاية مايو الحالي أو مطلع يونيو المقبل، ليتم بعدها إبلاغ الحجاج بمواعيد سفرهم التي ستكون غالبا قبل أسبوعين أو 10 أيام من بدء المراسم الفعلية للحج. أما عن الخدمات فأعلنت الهيئة الانتهاء من التعاقد مع الفنادق الخاصة بإقامة الحجيج الليبيين لهذا العام، حيث من المنتظر إقامتهم في فندق أنجم بمكة المكرمة وفنادق متعددة في المدينة المنورة. كما تعاقدت الهيئة مع شركات الطيران الليبية التي ستسير رحلات متعددة يوميا باتجاه جدة، وشركات النقل السعودية المختصة بنقل الحجيج داخليا بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وما بين المناسك التي يفترض تأديتها هناك. حتى الآن لم يتم الكشف عن تكلفة الحاج الواحد بحسب الهيئة في انتظار ما تعلنه الجهات المسؤولة بالخصوص، وإلى ذلك الحين يبقى أكثر من 7800 من الحجيج الليبيين يتأهبون لزيارة الأراضي المقدسة. نظمت ببيت الثقافة الزاوية قرعة الحج والتي استمرت ساعتين بين المسجلين بقرعة الحج للعام 2021 والبالغ عددهم 208. هذا وقد أعلنت الهيئة أن العدد المتبقي من قرعة حج العام 2020 سيكونون بكاملهم ضمن حجاج هذا العام، لتجرى هذا العام بين المسجلين بقرعة الحج للعام 2021 وذلك لتكملة العدد المحدد من السلطات السعودية لهذا الموسم، ومن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة سيحفظ حقهم لموسم العام القادم 2024. وبالنسبة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين فالعدد المستهدف يتجاوز 1000 حاج تقريبا من الحصة المخصصة للحجاج الليبي. واللي حالفهم الحظ حتى هم نحمد الله على سلامتهم ان شاء الله، واللي ما حالفهمش الحظ ان شاء الله السنه الجايه يكون الاول لهم الحظ اوفر ورب كريم ان شاء الله راح لهم محفوظ حقهم، يعني ما حالفش الحظ حقه محفوظ يقعد السنه الجايه ترحل. تمت القرعه في وسط زغاريد وتكبيرات وحمد الله، نبارك لكل من حالف الحظ ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق من لم يوفق بهذه المرة أن يحج العام القادم. كما نشكر الهيئة العامة للحج والعمرة على اهتمامهم وعلى حسن التنظيم. في سياق متصل، أسفرت نتائج قرعة الحج ببلدية بني وليد عن اختيار 152 حاجا بالإضافة إلى 20 حاجا من السنة الماضية. هذا وبلغ عدد الحجاج الذين جرت بينهم القرعة 413 حاجا يمثلون بلديات الجفرة وهراوة سر الترهونة تورغة وبنوليت. إجراء القرعة يتم الآن
تم الانتهاء من مدينة سرت والبداية تقريبا بمدينة ترهون الآن. وفقنا اليوم ونطلع اسمي في قرعة الحج لهذا العام لسنة 23، وإن شاء الله ربي يوفق لمحاربات الحظ في هذا العام العام الجاي. هذا وأجرى تنسيقية حجاج المنطقة الوسطى قرعة الحج لسكان مدينة الخمس ممن تم اختيارهم في قرعة الحج للعام 2021. وبحسب مراسل الأحرار فقد جرى اختيار 52 شخصا لأداء فريضة الحج للموسم الحالي، مضيفا أن القرعة التي أجريت بقاعة بشير السعداوي شملت 155 مواطنا مقسمين على 4 مناطق من كافة بلدية الخمس. تم تجاهل القرعة بسلام. العدد الإجمالي للحجاج مدينة الخمس هم 155 حاج، تم اختيار 52 حاج حلفهم الحظ، والباقي حقهم محفوظ للسنة القادمة. والآن مشاهدينا إلى جولتنا الاقتصادية يصحبون فيها محمد القرش. محمد شكرا لكم. صرح المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لويل غريو للأحرار أن السلطات في أفريقيا الوسطى قررت رفع اليد رسميا وفك الرهن المفروض على الأصول الليبية التابعة لشركة الاستثمارات الأفريقية لايكو في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأكد غريو نقل الممتلكات والأصول التابعة لدولة ليبيا إلى سلطتها، وذلك بعد تسوية النزاع الذي دفع السلطات في أفريقيا الوسطى في يونيو الماضي إلى وضع يدها على الممتلكات وإعلان بيعها في مزاد علني. أكد محافظ مصر في ليبيا المركزية الصديق الكبير على دور المصرف ورؤيته في إطلاق أعمال المصارف الإسلامية وتهيئة البيئة الملائمة وفق أفضل الممارسات، مشددا على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الداعمة والراعية للصيرفة الإسلامية خاصة في مجال التحول الرقمي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مشاركته في المؤتمر السنوي 21 لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوفي بمملكة البحرين، حيث تم عقب كلمته توقيع اتفاقية تعاون بين مصر في ليبيا المركزي وهيئة الأيوفي في مجال التدريب والاستشارات المصرفية الإسلامية. منح مجلس إدارة المصرف المركزي الإذن بتأسيس 5 مصارف إسلامية برأس مال 250 مليون دينار لكل مصرف، وباستكمال إجراءات تحول بعض المصارف إلى مصارف إسلامية ستزيد من حصة المصارف الإسلامية عن 50% من القطاع المصرف الليبي، كما أن المصارف الأخرى تمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية وتتوسع فيها. إن المضي قدما في التأسيس للصيرفة الإسلامية في ليبيا تواجه عدة تحديات، منها تشريعية وفنية، وتحديات على مستوى الكفاءات الوطنية والمؤسسية والمعالجات الشرعية والفنية للمحافظة الائتمانية القديمة ومعالجة التشوهات الأخرى التي عانى منها القطاع المصرفي خلال عقود مضت. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اكتشافا نفطيا جديدا في أحد الآبار الاستكشافية بحوض غدامس النفطي والتي تشغلها شركة نفط للنفط. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحاتها الرسمية أن البئر هو الاكتشاف الثالث بمنطقة العقد، وسيكون معدل تدفقه 1870 برميلا من النفط يوميا، مضيفة أن حصة المؤسسة من البئر ستكون 98.5%، وستكون حصة نفط 10.5%. شرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري ببلدية ترهونة في تسليم سكوك الدفعة الأولى من القروض للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة. هذا وشارك في مراسم تسليم السكوك مدير عام مصرف الادخار وعميد بلدية ترهونة، حيث تم توزيع سكوك الدفعة الأولى من القروض على عينة من المستفيدين من المبادرة، على أن يتم تسليم باقي الصكوك لمستحقيها المسجلين بالقوائم في حال استيفاء كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة وفق إدارة المصرف. العمل مستمر. نحب نطمن جميع المستفيدين في مبادرة رئيس الحكومة أن فروع المصرف مفتوحة والاستعداد تام لاستقبال المستفيدين. بعون الله
كل من يستوفي بياناته المصرف حيقدم له خدمة ويستكمل دفعاته بعون الله تعالى. من سيادة الرئيس التدخل لرفع الأبى على المواطن والتسهيل في الإجراءات ووضع ضوابط قانونية من خلال قانونيين اللي موجودين يشتغلوا في المصرف الادخار أو في المبادرة لوضع أشياء تضمن حقوق المصرف وتضمن حقوق الدولة وترفع العبء على المواطن خاصة فيما يعرف بالشهادة العقارية. اليوم أنا استلمت الصك الأول من الدفعة الأولى بقيمة 25,000 من رصيد القرض هو 150,000. نتمنى التواصل في بقية صرف الدفعات. وصلت أسعار صرف الدولار واليورو والجنية الاسترلينية اليوم الأربعاء ارتفاعها أمام الدينار بالسوق الرسمي بحسب بيانات مصرف في ليبيا المركزي، بينما شهدت تعاملات السوق الموازي ارتفاعا هي الأخرى في الأسعار، حيث ارتفع سعر صرف الدولار واليورو والجنية الاسترليني مقابل الدينار في السوق الموازي هذا اليوم. ختام جولتنا الاقتصادية، العودة الآن إلى الزميلين علي وخديجة، إليكما. شكرا محمد. أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن بدء سفارة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى العمل فعليا في إجراءات التصوير وإصدار جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في المملكة البلجيكية والدول القريبة. وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي بفيسبوك أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لجهود الوزارة لتسهيل إجراءات المواطنين المقيمين بالخارج من خلال التواصل المستمر مع وزارة الداخلية لتوفير منظومات إصدار الجوازات بسفارة ليبيا في الخارج. بالعودة مشاهدينا لمستجدات الاستعداد لموسم الحج لهذا العام، ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة سيد صبري البوعيشي. أهلا بك سيد البوعيشي. إذن في البداية حدثنا عن الآليات وأيضا عن الأسس التي تم اتباعها في اختيار حجاج هذا العام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تسمعني سيد بوعيشي؟ أنا أسمعك جيدا. لا أنا أسمعك بدري، ما سمعتك شي أختي. طيب، كنت قد سألتك سيد البوعيشي عن الآليات وأيضا عن الأسس التي تم اتباعها هذا العام في اختيار الحجاج. حقيقة نحن هذا العام موسم الحج لهذا العام بالنسبة لحجاج ليبيا، طبعا الحصة 7800 حاج لكل ليبيا. عندنا نحن بسبب جائحة كورونا عندنا قرعتين، قرعة عام 20 و 21. العام الماضي نظرا لظروف ما بعد الجائحة تم اختيار نسبة 40% من الحجاج، وهي نسبة كانت من السلطات السعودية تخفيض النسبة على مستوى العالم الإسلامي. أيضا فوق 65 عام لم يستطيعوا أيضا من السلطات السعودية للأعمار الاحترازية للأعمار فوق 65. هذا العام 60% اللي بقوا من العام الماضي اللي هم قرعة 20 جميعهم كانوا بدون قرعة ليتم تسجيلهم وإجراءاتهم في قرعة الحج هذا العام. 40% من قرعة 21 عام 21 تم اختيار القرعة يوم أمس اللي هو 9 مايو، والحمد لله تمت القرعة في كل مناطق ليبيا موزعة هذه 6 فروع على مستوى دولتنا الحبيبة. طب هذه العملية اللي هي اختيار الحجاج بأثر رجعي، يعني هل ستستمر للسنوات القادمة حتى يعني الانتهاء من حجاج سنوات سابقة؟ وحقيقة نحن اللي 60% اللي بقوا من قرعة 21 سيكونون خلال العام الماضي ستحفظ حقوقهم ويدخلون القرعة، يدخلون إلى إجراءات الحج بدون قرعة. ستكون هناك قرعة في العام الماضي، قرعة جديدة ل40% فقط حتى تنتهي هذه المجموعة اللي هي 16,000 حاج تقريبا بسبب جائحة كورونا. طيب سيد البوعيشي، بالنسبة للمواطنين الذين تم اختيارهم هذا العام، ما المطلوب منهم الآن؟
المواطنين اللي تم اختيارهم أن يكون جواز السفر من أصدار 2016 حتى يكون فوق الست شهور لصلاحية إعطاء التأشيرة. السلطات السعودية لازم يكون الجواز ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر كاملات. أيضا عدد اثنين صور وشهادة التطعيم وشهادة المحرم بالنسبة للنساء. طيب كثير من المواطنين الآن يتساءلون عن التمويل، هل تتكفل الحكومة به كما حدث سابقا أو الأمر مختلف هذه السنة؟ والله هي لأول مرة أمس أنا كان لدي لقاء في إحدى القنوات الإعلامية وكنا لازلنا لا نعلم بميزانية إجراءات الحج وهل التكلفة ستكون بدعم من الحكومة بنسبة معينة. نحن قدمنا ثلاث جزئيات، دعم بنسبة 25% ودعم بنسبة 75% ودعم بنسبة 100%، ولكن الحكومة دائما كانت في الموعد. وأزف لأول مرة هذه البشرة لكل الحجاج الميامين أن هذا العام سيكون مجانا من الدولة الليبية ومن حكومة الوحدة الوطنية، وتقديم كل الشكر والامتنان لهذه الحكومة لما قدمته لمواطنيها وحجاجها الميامين. وهذه أول تصريح بالنسبة لمجانية الحج على قناتكم الموقرة، وأتمنى للحجاج حج ميمون في ظل هذه الرحلة الإيمانية بمشيئة الله. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون أو لشؤون الحج والعمرة سيد صبري البوعيشي. ونعيد ونكرر ما قاله السيد البوعيشي وتأكيد تكفل الحكومة هذا العام بتكاليف حجاج بيت الله. الآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى أخبارنا الرياضية. وبدر عمار إن شاء الله ربي يكتب لنا حج جميعا أجمعين إن شاء الله. شكرا لك علي وخديجة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أصدر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارا بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 12 القاضي بالسماح للجماهير بحضور مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الموسم الحالي. وبعد صدوره عممت لجنة تنظيم المسابقات القرار على رؤساء مجالس إدارة أندية الدرجة الأولى من أجل اتخاذ ما يلزم لمنع حضور الجمهور وإقامة المباريات في أجواء بعيدة عن الشحن الجماهيري. القرار اتخذه اتحاد كرة القدم للحفاظ على سير باقي المسابقة دون مشاكل حتى نهاية الموسم. أكد مصدر مقرب من الاتحاد الليبي لكرة القدم لقناة ليبيا الأحرار عزم اتحاد الكرة تنظيم مرحلة سداسية التتويج مباشرة بعد خوض المنتخب لمباراة أمام بوتسوانا في تصفية كأس إفريقيا شهر يونيو القادم. مرحلة التتويج والتي ستجمع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعتين ستقام في الملاعب التونسية مباشرة بعد مباراة المنتخب أمام بوتسوانا والمقررة في 13 من يونيو لحساب الجولة الخامسة من تصفية كأس إفريقيا، حيث يحاول اتحاد اللعبة إنهاء المسابقة قبل نهاية شهر يوليو. ونبقى في أخبار الدوري الممتاز، حيث تنطلق يوم الخميس مباريات الجولة الخامسة عشرة لفرق المجموعة الأولى بإقامة مباراتي الصقور ودارنس والتحدي مع الهلال، وتستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة بمواجهة واحدة تجمع الأهلي بنغازي مع شباب الجبل في ملعب شهداء بنينة، في حين تختتم مباريات هذا الأسبوع يوم السبت المقبل بمباراتي الأخضر مع الصداقة والتعاون مع النصر. ولحساب المجموعة الثانية في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الليبي لكرة القدم تقام يوم الثلاثاء المقبل ثلاث مباريات،
ملعب جميل سيستضيف المباراة الأولى التي ستجمع المدينة مع أبو سليم، وفي المباراة الثانية يستقبل الاتحاد المصراتي ضيفه الخمس بملعب مصراتة، وفي آخر مباريات يوم الثلاثاء يواجه الاتحاد فريق أساريا بملعب أبو سليم، وتختتم مباريات الجولة الخامسة عشرة يوم الخميس بمواجهتي السويحلي مع الأولمبي والمحلة مع الأهلي طرابلس. قال لاعب الأهلي طرابلس محمد المنير إنه ليس سعيدا بعد تسجيل النهضة العماني هدفين في مباراة الذهاب أمام فريق الأهلي طرابلس في ملعب شهداء بنين ضمن مباراة الذهاب التمهيدية الثاني من بطولة الملك سلمان للأندية العربية البطلة، مضيفا أن الأهلي يطمح بشكل كبير لتجاوز النهضة والوصول إلى دوري المجموعات. مباراة اليوم أكيد ما كانش مباراة سهلة زي ما الناس تقولها، والناس تطعن في فريق النهضة، فريق قوي وفريق عنده يعني عنده تكتيك ومنضبطين وقراءة المباراة. الحقيقة اليوم الأولاد اليوم كانوا في المستوى، طلعنا بنتيجة تعتبر إيجابية بالنسبة لنا. أنا بالنسبة لي أكيد باش نكون زعلان، ما حبيناش نحن نسخر بجولين. سحبت اليوم في بنغازي قرعة المرحلة النهائية للدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات ومنافسة كأس ليبيا بمشاركة أربعة فرق في كل مسابقة. البطولة التي تشهد مشاركة فرق الاتحاد والسويحلي والبراق والأولمبي سيتقابل في يومها الأول يوم الخميس الاتحاد مع البراق في المباراة الأولى، ويلتقي في المباراة الثانية الأولمبي مع السويحلي. أما قرعة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات التي ستكون بمشاركة النصر والبراق والاتحاد والسويحلي فيلتقي فيها في نصف النهائي النصر مع البراق في المباراة الأولى، والاتحاد يلاقي السويحلي في المباراة الثانية. يشار إلى أن مسابقة الكأس ستنطلق في 15 من الشهر الجاري، أي بعد نهاية بطولة الدوري مباشرة. يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب معسكره التحضيري بتونس استعدادا للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في ألمانيا واليونان شهر يونيو المقبل. المعسكر التحضيري الذي يقوده المدرب التونسي الهادي جيجا يستمر لمدة 20 يوما، سيخوض خلاله أكثر من 6 مباريات تحضيرية مع فرق تونسية. يشار إلى أن القرعة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات ألمانيا والجزائر وكذلك تونس. عينت لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة برئاسة خيري دوا، عينت جهازا فنيا جديدا للمنتخب الأول للكرة الطائرة بقيادة المدرب التونسي غازي قبعة، وسيساعد قبعة في مهمة تدريب المنتخب الوطني الثلاثي المحلي رمزي أبو شعالة وموسى بوحنتيشة ويوسف بركة. وسيبدأ طاقم التدريب الجديد بالتجهيز لإعداد قائمة بأسماء المنتخب خلال 15 يوما تأهبا للمشاركة في المحافل الدولية القادمة. ختام الجولة الرياضية مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المشاهدة. العودة إلى خديجة وعلي وبقية الأخبار في هذه الليلة. شكرا بدر. ناقش رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الانفاق الحكومي وعددا من الملفات الخدمية والتنموية. الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان بطرابلس ناقش أيضا دعم الشركة العامة للكهرباء وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بهدف استقرار الشبكة وزيادة الانتاج لمواجهة الذروة الصيفية. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد ناقشت بيبة وشكشك الشفافية وعدالة التوزيع وآلية تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تنفيذ مشروع المدارس الجديدة. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. أترككم مع حوارية ليلى ومع أعزم علي. في أمان الله. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن جاهزيتها من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، مسجلة نقطة في صالحها على حساب الأجسام السياسية المعتبة. بعد الفاصل.